إنها المرة الثانية لإضراب العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بعد أن علقوا إضرابهم الأول في أكتوبر الماضي على اتفاق مع وزير المواصلات. تم توثيق واعتماد هذه المطالبة، وتم تعليق الإضراب على ذلك لأن تكون خلال شهر في نوفمبر أن يكون زيادة في رواتب الموظفين 30% على الراتب الأساسي، وفي بدلات على نفس الاتفاقية على جميع العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها. مدام مطالبكم لم تنفذ والإضراب قائم، سنكون متواجدين وياكم ونقول حق الحكومة لا تجربينا في هذه المواقف. ولكن بعد الزيادات التي رفعها ديوان الخدمة المدنية لمجلس الوزراء ب 25%، وهي الزيادة التي لم ترقى إلى مستوى ما يريده العاملون المصرون على 30% مع البدلات، صدر من مجلس الخدمة المدنية بأن الزيادة 25% فقط دون أي بدل لموظفي الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وهذا أمر مرفوض لأن احنا لن نريد غير الاتفاقية المبرمة اللي موجودة في الاتفاقية من الزيادة والبدلات دون أي نقصان. وقد نتج عن الإضراب إلغاء 9 رحلات للخطوط الجوية الكويتية، وهو ما أدى إلى تزاحم داخل المطار وارتباك وضغط على خطوط الطيران الأخرى. المفروض الساعة 10 الكويتية، 10 على مصر، وبعدين بنتي عندها امتحان في وزارة الخارجية لازم تروح علشان دلوقتي يعني مستقبل بيضيع قدامي، في حاجات كتير ورايا في مصر لازم أعملها وحاجات ما ينفعش يعني، والإضراب كمان ملوش ميعاد، يعني أنا معرفش هسافر على إيه ومعرفش إيه الطيران التالي ممكن ياخدني. الخطوط الجوية الكويتية تم تأجيل تخصيصها المرة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي يضع عبئا على رؤيتها المستقبلية في ظل حالة التوقف التي أصابتها. يأتي الإضراب الثاني لتتوقف الحياة داخلها مرة أخرى وإلى إشعار آخر. وأقرب مثال تحويل مؤسسة خطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة أو لخصخصتها، لحد الحين صار لها أكثر لمدة 3 سنوات ولا استجابت حق خطوة واحدة لقدام. فأنا سؤالي واضح للحكومة الكويتية، هل هم يريدون أن تصير كارثة جوية لا سمح الله ديك ساعة يتحركون شراء طائرات جديدة؟ أمس الجمارك قبل 4 أيام، وشوف الوضع اللي وصل البلد نتيجة لعدم التزام وزير المالية بتعهداته، واليوم الكويتية باكر أعضاء التدريس بعد أهل الموانئ، وين يوصلونا؟ إضراب العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والذي يأتي بعد إضراب العاملين في الجمارك هل يعد مقدمة لسلسلة من الإضرابات سوف تضرب المناطق الحيوية في الدولة؟ وإذا كان هذا صحيحا فهل تتحرك الحكومة للتفاوض أو حل هذه الموضوعات قبل أن تتفاقم؟ كل هذه أسئلة قد تحمل إجاباتها الأيام القادمة. محمد إبراهيم سين، بي سي عربية، الكويت.